أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نناقش فيها العرض الحوثي بإطلاق أسرى سعوديين مقابل إطلاق السعودية لأعضاء من حماس. أبدى زعيم ميليشيا الحوثي استعداد جماعته لإنجاز عملية تبادل الأسرى الذين تحتجزهم الأطراف منذ بدء الحرب. وأشار عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز إلى أن التحالف يتنصل من عملية تبادل الأسرى في الوقت الذي أبدى استعداده أيضا للإفراج عن 5 أسرى سعوديين بينهم طيار مقابل أن تفرج الحكومة السعودية عن أعضاء في حركة حماس الفلسطينية. العرض الحوثي أثر موجة من السخرية نظرا لاحتجازه منذ سنوات آلاف اليمنيين أسرى ومختطفين وعشرات من المخفيين قسرا. ناشطون ومحللون دعوا الحوثي للإفراج عن اليمنيين المحتجزين في سجونه من باب أولى إن كان فعلا يرى أو يراعي أواصر الأخوة والقومية أو حتى الإنسانية. إذا ذلك تحضر الأسئلة عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الخطوة من ميليشيا الحوثي وتوقيتها. نناقش ذلك وغيره مع ضيوف الحلقة، ولكن بعد متابعة التقرير التالي. ونعلن في هذا السياق وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني استعدادنا التام للإفراج عن أحد الطيارين. في خطابه بمناسبة مرور 5 أعوام على تدخل التحالف العربي في حرب اليمن، أبدى زعيم الميليشيا الحوثية اهتماما خاصا بالقلة القليلة من أسرى السعودية لدى ميليشياته، وتجاهل الآلاف من اليمنيين القابعين في السجون معتقلين أو مختطفين أو مغيبين قسريا، وجلهم من ثوار فبراير. عرض زعيم الميليشيا في خطابه الإفراج عن أحد الطيارين السعوديين و4 من الضباط والجنود مقابل الإفراج عن معتقلين من أعضاء حركة حماس قابعين في السجون السعودية، عرض تسجل فيه الميليشيا هدفا قويا في مرمى الرياض، وتعطي من خلاله لنفسها مجالا للإدعاء بأنها تدافع عمليا عن الأقصى في معزل حتى عن إيران نفسها، كما يرد على لسان بعض قادة الميليشيا من وقت إلى آخر حينما يربطون وجودهم في اليمن بمهمة عادلة كهذه. وعلى الرغم من عدالة قضية القادة الحمساويين المظلومين في السجون السعودية، إلا أن عرض الحوثيين يدخل بنظر المراقبين في إطار المتاجرة السياسية بالمواقف، وإلا لما استمرت في تعطيل الجهود المبذولة لإنهاء مأساة الأسرى والمعتقلين اليمنيين الأبرياء، على الرغم من توقيعها اتفاقاً مع الحكومة الشرعية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين نهاية العام 2018 في العاصمة السويدية ستوكهولم. أكثر من 2500 سجين ومعتقل ومخفي قسرياً على الأقل يقبعون في سجون ميليشيا الحوثي تتهددهم مخاطر جائحة كورونا التي استدعت تحركاً عالمياً لإيقاف الحرب في اليمن وليبيا، وأبدت الأطراف المتحاربة في الساحة اليمنية ترحيباً بها. تتحمل السعودية وهي تقف على رأس تحالف من الشركاء المتشاكسين المسؤولية عن التمادي الذي تظهر معه ميليشيا الحوثي بعد نهاية كل عام من عمر الحرب، متوعدة بالمزيد من المفاجآت وبإظهار قدرة على إدارة الملف السياسي قدر استطاعتها على إدارة الحرب. أضعفت السعودية عن عمد الشرعية التي تدخلت قبل 5 أعوام على رأس تحالف عربي كبير لمساندتها، لكنها لم تحقق شيئاً مما التزمت به، ودافعت عوضاً عن ذلك بالعشرات من أعداء المشروع الوطني إلى واجهة هذه الشرعية، ثم تركتها في ختام العام الخامس من الحرب تواجه زحفاً عسكرياً مفتوحاً ومسنوداً بالأسلحة الإيرانية على أهم معاقلها، في وقت تفرغت فيه منابر الرياض وأبو ظبي للتعريض بجيش الشرعية ومقاتليها واتهامهم بالأخوانة وبالخذلان. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من بيروت الصحفي اليمني طالب الحسني. مرحبا بك سيد طالب. سيد طالب، بينما يقبع الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون الحوثيين، يذهب لتقديم عرض للسعودية بالإفراج عن الأسرى السعوديين مقابل الأسرى من حماس الفلسطينية، ما الذي يمكن فهمه من عرض الحوثي؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أولا لدي ملاحظة بسيطة على المقدمة وأيضا على التقرير، ثم أجيب على سؤال لكم. تفضل. الموضوع الأول أنه في المقدمة أنه مبادرة
كانت مسار سخرية، ولكن لا أعلم أن السخرية إذا كانت حركة حماس يعني أشادت بهذه المبادرة، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أشادت بهذه المبادرة، الجبهة الشعبية في فلسطين أشادت بهذه المبادرة، الكثير أشاد بهذه المبادرة التي قدمها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مناسبة يوم الصمود الوطني الخامس. سيد طالب، ربما كان يقصد الزميل كاتب التقرير بموجة من السخرية في أوساط اليمنيين، أن المعتقلين اليمنيين القابعين في أسرى الحوثي وأغلبهم مصابين بأمراض مزمنة وحياتهم معرضة للخطر، هم أولى بهكذا عرض. لما عندما يقول عبد الملك الحوثي شعبنا في فلسطين، أليس اليمنيين هم أيضا إخوتهم وشعبهم؟ أتمنى ألا تقاطعي وأن أكمل الفكرة. نعم، كما تقولون في أوساط اليمنيين لا أعلم ذلك. صحيح هناك معارضة، معارضين لحركة أنصار الله الذين أسروا بعض هذا الأفراد، ولكنه في النهاية يعني إما أنه عبارة عن تبريرات أو أنه عبارة عن حديث آخر. المعتقلين والمختطفين كما تقولون قسميا، هذا امر في الكثير من المغالطه. اولا هناك اذا كانوا الاسرى العسكريين فهناك مبادره ايضا موجهه وبالتنسيق مع الامم المتحده لتبادل الاسرى والافراج عن كل المعتقلين، الكل مقابل الكل، واعتقد ان الطرف الاخر هو الذي يرفضها وهو الذي ايضا لا يتجاوب معها لعده اسباب. يعني من هذه الاسباب ان ما تسمى الحكومه الشرعيه لا تملك القدره على الافراج عن الاسرى من الجيش والجنه الشعبيه، لانها لم تاثرهم، هي مجموعات مسلحه اثرتهم في تعز، مجموعات اخرى في البيضاء، مجموعات اخرى في عدن، الامارات لديها مجموعه في مناطق مختلفه لديها مجموعه، يعني ما يسمى. سناتي للحديث عن هذه الجزئيه سيد طالب، سناتي للحديث عن هذه الجزئيه، عن دعوه الامين العام للامم المتحده لجميع الاطراف في اليمن للافراج الفوري عن المعتقلين من كافه الجهات، ولكن بعيدا عن منطقيه عرض الحوثي والدوافع التي تقف خلفه. قلت أنت أنه العرض لقى ترحيب من جهات عربية وفلسطينية، هل هنالك أي رد من الجهة السعودية؟ السعودية إن كانت ردت فهو يشكل إحراجا لها، وإن لم ترد هو يشكل إحراجا لها، وأنا أعتقد حتى بمعزل عن أن أنا أؤيد حركة أنصار أو من الذين يدافعون عنها، فهي مبادرة ذكية جدا وفي غاية الذكاء كانت من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. اولا التاكيد على ان القضيه الفلسطينيه لا تزال هي في الصداره، وهذا ما قاله القيادي في حركه حماس محمود الزهار، وايضا هناك يعني احراج ايضا للسعوديه وايصال رساله اقليميه ان حركه انصار الله وهي واليمن وحكومه العاصمه صنعاء والدوله اليمنيه وهي تحتفي بيوم الصمود الوطني الخامس، هي تؤكد للسعوديه وللاقليم وللعالم انها منتصره وانها اصبحت لاعبا اساسيا تستطيع ان تطلق مبادره فيها بعد اقليمي وفيها بعد محرج للسعوديه كثيره ومحرج حتى لحلفاء السعوديه. يعني اليوم عندما يتحدث البعض انه حركه انصار الله ترفع شعارات دائما القضيه الفلسطينيه منذ زمن طويل، يقولون ماذا فعلتم للقضية الفلسطينية؟ عندما يقومون بفعل مثل هذه المبادرة نجد ردا آخر مختلف تماما، يعني أنه أنتم تزايدون. هناك مغالطة واضحة، وأعتقد أنه لا يمكن تحميل هذه المبادرة أكثر من حملها في قضية موضوع. نعم سيد طالب، تركت لك المجال الكامل للحديث وساعود اليك، ولكن اسمح لي. نعم، لان الحركه تفضل، هذا لا يعني ايضا ان حركه انصار الله والحكومه في العاصمه صنعاء
لا تفضل ايضا الافراج عن كافه المعتقلين ان كانوا معتقلين راي. اذا ما المانع؟ ما الذي يعيق التنفيذ على ارض الواقع سيد طالب؟ ساعود اليك وسنتحدث عن كل هذه الامور، ولكن اسمح لي ان اشرك معنا بالحديث السيد فايد دحان وهو صحفي ينضم الينا من محافظه مارب اليمنيه. مرحبا بك سيد فايد. اذا لعلك استمعت لحديث الصحفي طالب الذي وصف مبادره الحوثي بالمبادره الذكيه وبغايه الذكاء الذي قد يخدم القضيه الفلسطينيه متناسيا القضيه الاصل والاقرب القضيه اليمنيه. كيف يمكن لك الرد؟ هل ترى ما يراه السيد طالب؟ مساء الخير لكم مشاهدينا الكرام. اهلا بك. فيما يخص دعوه عبد الملك الحوثي زعيم عصابه وميليشيات الحوثي الى اطلاق معتقلي حركه حماس بمقابل الاسرى الذين اسروهم في طياري السعوديين، هذه انا اعتبرها انها لا تتجاوز كونها عن مزايده بالقضايا العامه، القضايا المصيريه التي تشغل بال كل انسان قبل كل عربي قبل كل مسلم. يعني هذه المزايده التي اعتدنا عليها اليوم في الميدان، اليوم هم يحاولون تصديرها للعالم، يقولون يريدون ان يقولون ان نحن نتبنى هذه القضايا المصيريه قضيه القدس، بينما لو اتينا الى حقيقه الواقع وما حصل بعد اجتياح الحوثي واسقاطه للعاصمه صنعاء، اول عمل قامت به ميليشيات الحوثي الانقلابيه اقتحم مقر مكتب حماس، اقتحموا جمعيه الاقصى ومؤسسه القدس الدوليه، اقتحموا هذه المؤسسات وطردوا موظفيها، نهبوا محتوياتها، غادروها على شكل حاويات الى مران والى الاماكن التي كانوا يسيطرون عليها بشكل كامل. هذا يكشف كم انهم يزايدون بالقضايا المصيريه التي تشغل بال كل مواطن يمني، تشغل كل بال كل انسان في على مستوى العالم. هي مزايده ودسيسه اكثر الذين يعرفون حقيقه الحوثي ضحكوا طور سماعهم لهذه الدعوه التي يغالقون بها الراي العام. نعم، ساعود اليك سيد فايد واعود اليك سيد طالب. كان هنالك دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى جميع الأطراف في اليمن الإطلاق الفوري لجميع المعتقلين، وأبدى الحوثيون استعدادهم وتجاوبهم مع المبادرة، وأكدت ذلك أنت في حديثك قبل قليل. ما الذي حدث بهذا الخصوص؟ ما الذي يعطل ترجمة هذه المبادرة لأفعال على أرض الواقع؟ من الطبيعي ان حكومه العاصمه صنعاء وحركه انصار الله تتجاوب مع هذه المبادره ان كانت من الامم المتحده وحتى من الطرف الاخر، اجرى تبادل الاسرى بجهود وتنسيق ذاتي مع اطراف متعدده ان كانت في البيضاء او في الساحل او مع حتى الجنوبيين او مع اطراف متعدده، لانه ايضا هي حريصه على اخراج أسرها من المعتقلات، وهذا أمر طبيعي وملح جدا، ولا أعتقد أنه لا يخدم العاصمة صنعاء، ولكن الطرف الآخر وأعتقد بكل صراحة لا يستطيع أن يجري هذه الصفقة بسبب أن ما تسمى الحكومة الشرعية لا تملك كل الأسرى، يعني لديها كشوفات ولكنها لا تملك هذه الأسرى، يعني جزء كبير من الأسرى مسجونين في الإمارات، جزء كبير من الاسرى مسجونين لدى اطراف لا تعترف بما تسمى شرعيه ويريدون مقايضه يعني بالاسرى بشكل مستقل بعيدا حتى عن ما تسمى الحكومه، وهذا هو ما اربك موضوع التبادل. يعني في عمليه مثل هذه يعني لا اعتقد اين وجه الخطا او اين وجه المصلحه في ان أنصار الله يعارضونها، لا أعتقد أنهم يعارضونها ولم يظهر منهم أنهم يعارضونها، ورأس يعني
بعيدا عن الحديث عن دكاش الشرعية من غبائها سيد طالب، فلتكونوا أنتم الجيدين والمبادرين وقوموا بإطلاق المختطفين السياسيين مثل القيادي محمد قحطان، قوموا بإطلاق المعاقين المرضى كبادرة لحسن النية. نعم سأقول لك حقيقة، يعني هناك معتقلين لم يشاركوا في الحروب وموجودين في السجون في صنعاء منذ 2014 البعض منهم، ولكن حقيقة هؤلاء يعني لم يتم الإفراج عنهم لأسباب لها علاقة بأن الكثير منهم تورط في قضايا أمنية. صحيح لم يعترف بالثورة التي حصلت في 2014 ولا يعترف بسلطات العاصمة صنعاء، ولا أعتقد أن هناك دولة يمكن ان تسمح لاخرين دونها امنيا وان يساندوا التحالف ما يسمى تحالف دعم الشرعيه، التحالف والعدوان الذي تقود السعوديه، وان يبقى هؤلاء خارج السجون او ان يبقى هؤلاء يمارسون عملا تحريريا ويمارسون عملا مخابراتيا مع السعوديه. ليسوا يعني سجناء راي، يعني كان بالاولى اولا إن كان الأمر كما تصف سيد طالب، ماذا بالنسبة لليمنيين البسطاء في سجون الحوثي المصابين بالأمراض المزمنة المعاقين القريبين من الموت كما يأتي في تقارير وإحصائيات رابطة أمهات المختطفين؟ هؤلاء الأهالي هؤلاء الأمهات لا أعتقد أنهم ستكون كل هذه التقارير منها. سأعود إليك سيد طالب، ولكن حتى لا أترك ضيفي الآخر طويلا السيد فايد. سيد فايد، كان هنالك دعوة من الأمم المتحدة رحب بها جميع الأطراف، ما الذي يعرقل عمل هذه المبادرة على الأرض؟ ما موقف الحكومة الشرعية من دعوة غوتيريش؟ دائما الدعوات الأممية ما ترحب بها الشرعية بشكل دائم، وأحيانا ترحب فيها أيضا الميليشيات الإنقلابية، لكن دائما ما يأتي ما وراء هذه الدعوات أمور أخرى. الحوثي يستغل هذه الدعوات كنوع من التهدئة للإعداد والعودة من جديد، بينما الشرعية تقوم بمهمتها يعني كدولة يجب أن تبحث عن أي عملية سلام يجنب اليمن والبلاد ويلات هذه الحروب التي لا طائل منها. الآن نحن في وسط فيروس كورونا الذي انتشر كالهشيم في دول يعني كبرى قامت بإطلاق المعتقلين، قامت بإطلاق السجناء تفاديا لانتشار الامراض بينهم، الا ميليشيات الحوثي التي اليوم تدعو لاطلاق اسرى حماس في 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 السعوديه، بينما هي تحت بخمسه قضبانها ما يقام قرابه 200 ناشط وصحفي وكتاب وناس ناشطين اجتماعيين، وخلاف ما يقارب ايضا الالاف من المعتقلين من اليمنيين الذين لا نعرف ما مصيرهم او ما هي اهتماماتهم. دائما الحوثي ما يزايد بهذه القضايا. نعم شكرا جزيلا. فيما يخص البقيه، لكن فيما يخص اليمنيين هذا نظرا لانهم ليس لهم اهتمام باليمن، وليس كونهم يمنيين لا يهتمون باليمن. دائما وضحت الفكره عن هذا الشيء للمجادله اكثر. شكرا جزيلا لك. الدعوات الايمانيه والقرارات الدوليه كلها الشرعيه ابدت استعدادها واثبتت في الميدان واثبتت انها ستمثلها، لكن من ينقض هذه الاتفاقيات ومن ينقض هذه الدعوات هي الميليشيات الحوثي، هذه الميليشيات الانقلابيه التي
دائما. شكرا، وضحت الفكرة سيد فايد. لم يعد أعتذر، لم يعد لدي وقت كافي وهنالك ضيفة تنتظر. شكرا جزيلا لك الصحفي فايد دحين، كنت معنا من محافظة مأرب. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نرحب برئيسة رابطة أمهات المختطفين الأستاذة أمة السلام الحاج. مرحبا بك أستاذة أمة السلام. أهلا بك أمة السلام. قمتم بنشر إحصائية لعدد من المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثي الذين يعانون من أمراض مزمنة وإعاقات، ووجهتم دعوة لجميع الأطراف بسرعة الإفراج عن هؤلاء. هل كان هنالك أي استجابة، وما هي آخر الإحصائيات لهؤلاء الفئة من المعتقلين؟ عفوا، الرقم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيدة أمة السلام. إذن عودة إليك سيد طالب. الحوثي يقول أنه على استعداد للإفراج عن جميع المعتقلين، والتنصل يأتي من التحالف ومن الشرعية، والطرف الآخر يقول نفس ذات الكلام، واتهم الحوثيين بتقديم كشوفات بأسماء وهمية. يعني بكل صراحة الفيصل في هذا هو الأمم المتحدة والصليب الأحمر. يعني هناك اجتماعات عقدت في الأردن، هناك اجتماعات عقدت أيضا قبل ذلك في استوكهولم، هناك حديث طويل وكبير جدا. نؤمن يقينا أن الطرف الآخر، يعني ما تسمى الحكومة الشرعية، لا تملك كل السجون، لا تشرف على كل السجون، ليس لديها كل الأسرى، وتتهرب من اطلاق جميع الاسرى بجميع الاسرى، ثم انها تلتقي اسرى معينين يعني في العاصمه صنعاء وتريد فقط الافراج عنهم مقابل الافراج عن بعض الاسرى وليس عن كل الاسرى. وحتى موضوع ان يكون هناك تبادل جزئي اسرى باسرى، تتلاعب يعني يتلاعبون بما يسمى فيما يسمى الحكومه الشرعيه في الكثير من القوائم. يعني ليس من المنطقي ان حركه الانصار صنعاء بانهم يريدون الافراج عن اسراهم مقابل الافراج عن اسرى ايضا الطرف الاخر، هي مصلحه مشتركه، مصلحه مشتركه تماما. قال مساله الذين اعتقلوا وليس كانوا اسرى حرب، هؤلاء لهم وضع خاص، لهم يعني نشاط امني، له علاقة بأمن الدولة، له علاقة بأنهم اشتغلوا مع تحالف العدو تخابروا معها. هؤلاء وضعهم مختلف، وأيضا هناك إجراءات تتخذ من أجل أن يكون إذا قدر احتمال ذلك أن انتشر فيروس كورونا أن لا يضر السجون. أنا نعم، شكرا جزيلا. يكون هناك إفراج كبير عن الكثير من المعتقلين الذين يمكن اعتبارهم معتقلين، يعني ليسوا أسرى حرب في القريب العاجل، وأن يكون هناك نشاط إنساني من هذا القبيل. وكان رئيس المشهد قد أطلق أيضا مبادرة على الإفراج عن جميع المعتقلين، وننتظر أن يكون ضمن المعتقلين الكثير من الذين اعتقلوا. نعم، شكرا جزيلا لك أسرى حرب إنما اعتقلوا بسبب. شكرا الصحفي طالب الحسني، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، تعود معنا الأستاذة أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين. مرحبا بك مرة أخرى سيدة أمة السلام. بينما العالم كله يناشد الحوثيين بالإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين بأوضاع صحية سيئة وظروف اعتقال سيئة في السجون، الحوثيين يذهب لتقديم عرض للسعوديين بالإفراج عن المختطفين السعوديين مقابل معتقلين من حماس الفلسطينية. كيف لرابطة أمهات المعتقلين أن تعلق على ذلك؟ أولا أعتذر عن التراجعات السابقة عندنا في عدن، والسبب أنه عندما تنقطع الكهرباء تكون الشبكة ضعيفة. أولا الدعوات الآن من المشاط ومن غيره بالنسبة للمعتقلين والمختطفين لدى جماعة الحوثي
هذه الدعوات لها من سنين، من بداية 2016 إلى الآن ونحن نسمعها، أنهم بيفرجوا عن المختطفين وعن المعتقلين وعن المزايدات كلها، والنتيجة بعد ذلك أنه كلما شدوا الأمر على المختطفين المدنيين الموجودين عندهم ويفرجوا عن قليل من السجن المركزي من أصحاب السوابق ومن تعهد لهم بأنه سيذهب معهم إلى الجبهات. اليوم بنظرة جديدة وبتعاطف جديد مع قضية فلسطين وغيرها، إلا نقول بدل هذا الصندوق الآن عندكم المختطفين، الآن نبحث نحن في الرابطة عن من يوصل لنا كشف المرضى إلى المشاط وإلى عبد الملك السوسي، نقول لهم هؤلاء أولى، هؤلاء مساكين لهم الآن 5 سنوات محبوسين، 4 سنوات دخلوا السجن وهم سليمين، الآن تعبانين جدا جدا، أقل مرض عند أي واحد من هؤلاء أقل مرض المفاصل الذي ما عاد يقدر يقوم، غير الكلى غير الكبد غير من آثار التعذيب وآثار الحبس الذي حابس لهم هذا الوقت كله، لا هو اللي أطبقهم يعيشوا حياتهم ويتمتعوا بحياتهم ولا هو الذي وفر لهم هذه الإمكانيات داخل السجون، واليوم يتشدقوا بالمعتقلين مدريفين مدريفين لا موزعين البرق في بيتكم حق. الآن عندك المظلومين، عندك التعبانين، عندك الذين هم مرضى 173 مريض الذي تمت إحصاؤهم من رابطة أمهات المختطفين، غير الأعداد التي لم نصل إليها، غير الناس الذي في الإخفاء القسري، غير هؤلاء هذا الظلم الذي حاصل في اليمن، أولا أزيد الظلم عن المظلومين داخل اليمن، بعدين تحدثوا عن من تشاؤوا وفعلوا مستشفى توجهوا لما تشبعوا. أهم شيء الآن نحن كرابطة كنساء كأمهات نقول نشفي عيالنا، خرجوا عيالنا مريضين ونخاف عليهم أيضا من الكورونا، هذا أو الناس الذي يهاجمهم أول من يهاجمهم المرض لأنهم تعبانين جدا، لا بأس على الناس، لا مكان تهوئة، لا رعاية صحية ولا شيء، وفي الأخير يتبجحوا أنهم يفعلوا ويسووا، خلونا في على قدر حالنا تورونا الآن، كل الفوتي هذا تورينا شجاعته في المظلوم اللي داخل البلاد، نعم. أتمنى أن يكون ضيفي السابق الصحفي طالب الحسن الذي كان معنا من بيروت، أتمنى أنه ما زال يتابع الحلقة ويستمع لحديث الأستاذة أمت السلام. سيدة أمت السلام، كيف يمكن استثمار هذا العرض، العرض الحوثي من قبل الشرعية والتحالف والجهات الدولية العاملة في ملف المعتقلين لإحراج الحوثي ربما أو الضغط عليه للإفراج عن المعتقلين اليمنيين في سجونه؟ العالم كله المفروض يتكاتف مع هؤلاء المظلومين. الأمم المتحدة اليوم غريب يقول أنهم فرح وسعد أنهم يوقفوا، أنهم كلهم قالوا يوقفوا إطلاق النار، نحن نشد عليهم ونشد على أيديهم، أهم شيء أنهم يضغطوا على الأطراف جميعا. الآن احنا ننادي الأطراف جميعا أن أخرجوا من داخل السجون المظلومين والذي عليهم قضايا أو شيء، حاولوا تعملوا لهم حلول مناسبة لظروفهم، لظروف السجن الموجودين فيها. احنا كأمهات نناشد الجميع، اضغطوا على الحوثي، اضغطوا على الشرعية، اضغطوا على الانتقالي، اضغطوا على الجميع بحيث انهم يخرجوهم في هذه الفترة. العالم كله بيخرج المساجين حقه من اجل احترازا من اجل وباء كورونا. الوباء عندنا لو حصل لا سمح الله، لا سمح الله، نسأل الله أن يلطف الجميع ونسأل الله أن يصرفوا عن بلادنا، أول من سيكون الوقود هؤلاء المظالمين. 5 سنوات من العذاب، 5 سنوات من الظلم، 5 سنوات من القهر، ثم بعد ذلك يأتي هذا الوباء وهؤلاء يتفرجوا عليه والناس تذهب في هذا.
نعم انتهى الوقت سيدة عبد السلام. أنه المبادرات الإنسانية، المنظمات الإنسانية، الجميع اضغطوا رجاء معنا، اضغطوا سمعوا العالم كله أنه نريد أن نخرج أبنائنا من هذا الوباء. نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك يا استاذة متى السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معي من عدن. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي السيدة متى السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين من عدن، والصحفي طالب الحسني من بيروت، والصحفي فايد دحان من مأرب. أشكركم على حسن المتابعة، والشكر هو لزميلي معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.